الأخوة في خيمة رمضانية، يعني صراحة منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية اختارت الليلة موضوع اللي حقيقة جد حساس، اللي هو إعلام، وحاولوا الإخوة المحاضرين هم يطرقوا بشكل معمق للإعلام المقاوم، لأننا حقيقة إحنا لازلنا نعيش ظرف احتلال، وبالضرورة عنه ظرف الاحتلال لابد أن يواجه ظرف مقاومة، اللي كان حقيقة هو مجسد الليلة في هذا الإعلاميين الصحراويين، وكاملين تقريبا جل المحاور ركزت حول إنه يحاولوا ما أمكن توحيد الصفوف، لأن كيف كنا قبيل على إنه يعني الكاميرات وأجهزة الهاتف النقال وجميع الوسائل التقنية اللي ممارسة في الإعلام المقاوم هي مجرد روافد تصب فؤاد القضية الوطنية الصحراوية، وحاولنا ما أمكن نطرح للمشاهد الكريم والله الحضور الكريم نعطوه صورة حول الإعلام المقاوم، ونتمنى من عند مولانا نعود وتوفقنا في هذه الرسالة، وغدي لا رضا الله عندنا مزال الإكراهات اللي واجه الإعلامي في ظروف الاحتلال.